وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكد معالي السيد أحمد المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين حققت نهضة تنموية وديمقراطية رفيعة كانت ثمرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، وأبرزت القيم الإنسانية السامية وجعلتها ركيزة ثابتة لكافة مسارات العمل الوطني، وأن مجلس النواب يعتز بالرعاية الملكية للعمل البرلماني التي دفعت بالإنجازات لصالح الوطن والمواطن عبر الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية. أتشرف بأن أرفع أسماء آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، حيث تبوأت مملكة البحرين بقيادة جلالته الحكيمة المكان المرموقة في الإنجاز والتقدم الشامل، وتحققت نهضة تنموية وديمقراطية رفيعة كانت ثمرة المشروع الإصلاحي الذي جعل الوطن في مصاف الدول المتقدمة. ولا شك أن هذه المناسبة تمثل وقفة هامة نستذكر فيها ما وثقه السجل الحافل في ظل دولة المؤسسات والقانون للعطاءات الثرية التي اتصلت برؤية ملكية ثاقبة فأثمرت منجزات غير مسبوقة للوطن، وأن القيادة المباركة لجلالة الملك المعظم رعاه الله أبرزت القيم الإنسانية السامية وجعلتها ركيزة ثابتة لكافة مسارات العمل الوطني الذي قام على شراكة شعبية دائمة في إدارة الدولة أو منظومة مؤسسية متقنة تتضافر للوصول إلى مراحل متقدمة من الريادة، وتتسم بالانفتاح على خطى تنموية متسارعة وتنفيذ برامج ومبادرات نوعية مدارها تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين، وذلك عبر اتساق جهود السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التزاما بالتوجيهات الملكية المباركة في ترسيخ نهج التوافق والتعاون البناء والعمل بروح الفريق الواحد. وما كان لمسار العمل الوطني المشترك بلوغ الغايات المنشودة إلا بالسعي لترجمة الفكر القيادي والنهج الرفيع والرؤية الاستشرافية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي ارتكز على تاريخ عريق من حكم آل خليفة الكرام حقبة بعد أخرى، وقوامه الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وتعزيز التعاون الخليجي والعربي والإسلامي وتفعيل الدور الإقليمي بشكل يعكس الرسالة الإنسانية الحضارية لمملكة البحرين. وأننا في مجلس النواب نعتز بالرعاية الملكية السامية للعمل البرلماني وما شكله من محور أساسي دفع باتجاه إنجازات وأعمال لصالح الوطن والمواطنين عبر الدور التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، والعزم من أجل تعميق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق أهداف المشاريع الوطنية عبر رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتطلع لصياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي.